الثاني لابناء مهنه الاعلام والصحافه في مصر. حافظوا على مؤسساتكم. حافظوا على امكاناتكم. بقول ان احنا عندنا اعلام مصري قوي. اعلام مصري حقيقي قوي. بقول انه الاعلام المصري والصحفيين المصريين والمحطات المصريه والمواقع المصريه هذه الجمله من المؤسسات والامكانات محتاجين اضعافها. احنا يا جماعه بلد كبيره. بلد مؤثرة أنا محتاج بدل البرنامج 100 برنامج محتاج بدل القناة 20 قناة أنا محتاج بدل ما عندي مسبيره وعندي المتحدة وعندي شوية قنوات زي قناتنا محتاجين أدهم مرتين يا جماعة بقول كفانا ضرباً في أنفسنا كفانا إطلاق نار على أقدامنا ليس من مصلحة أحد أن يختفي مسبيره وليس من مصلحة أحد أن تختفي المتحدة وليس من مصلحة أحد أن يتم استبعاد أحد وليس من مصلحة أحد أن... يا جماعة يا جماعة أنا بقول للزملاء الصحفيين والإعلاميين والأساتذة اللي موجودين وأساتذة الإعلام والناس اللي علمونا واللي قاعدين في البيت واللي علمونا وعايزين يرجعوا بقول يا جماعة رفقا بأنفسنا رفقا أنا شايف يا جماعة على وسائل التواصل الاجتماعي كم هائل كم هائل من العبث كم هائل من العبث حلو ان احنا نطور مطلوب ان احنا نطور مطلوب ان احنا نصحح مطلوب ان احنا نوصل للي احنا عايزينه ده في كل مكان وفي كل مؤسسه وكل مؤسسات الدوله لازم اعمل تغيير واعمل ده مطلوب لكن ان انا ابدا امسك مسدس واضرب النار على اقدامي لمصلحه من لمصلحه من انا اتحدث هنا من القلب وبتلقائيه شديده ودون ترتيب بقول انا شايف مسبير ده اللي علم الناس كلها يعني اعلام مسبيره بامكانياته وناسه ورجالته وفنيه ومذيعيه انا اشتغلت في مسبيره سنوات وعارف ان هذا المكان مكان فعلا مصنع الفنيين مصنع الاعلاميين الحق اللي موجودين اتعلموا في مسبيرو هم اللي منورين الفضائيات مش في مصر بس في العالم كله العربي في العالم كله الناطق باللغه العربيه موجودين مصريين تطور طبيعي مسبيرو موجود اتعملت شركة المتحده اشتغلت انتجت طلعت انت... غيرت من الوضع عندنا في قنوات. انا مش في المتحده ولا في مسبيرو انا هنا في قناه خاصه انا موجود في قناه خاصه لا اتناول ولا اتقادم لي من, من الدوله لا قبل كده ولا دلوقتي انا بتكلم اقول كلماتي لله وللوطن بقول يا جماعه مطلوب ان احنا نحافظ على مؤسساتنا مطلوب ان احنا نحافظ على البرندات اللي اتعملت شركه زي الشركه المتحده عندها براند هذا البراند احافظ عليه في اخطاء تتصلح في تطوير مطلوب يتعامل لكن نقعد نضرب في هذا البراند لمصلحه مين اضرب في مسبيره لمصلحه مين اضرب في نشاه لمصلحه مين بقول ان في ربما بسوء نيه ربما بحسن نيه لكن انا هنا من هذا المكان المجرب المحايد والله على ما اقول شهيد هذه الكلمه لله وللوطن حافظوا على اعلامنا حافظوا على مؤسساتنا كفانا عبث كفانا محاولة للتشويه كفانا محاولة لتصدير حسابات على حساب البلد على حساب الوطن مطلوب كل القنوات تشتغل مطلوب كل الناس تشتغل مطلوب كل الناس تعي التحديات الموجودة حاليا والتحديات اللي جاية علينا يا جماعة إحنا عندنا تحديات لا يعلم بها وبخطرتها إلا الله وال والعالمين ببواطن الأمور لا أزعم المعرفة الكاملة لكني أشعر أنه بلدي مقدمة على أزمات لأن المنطقة مقدمة على أزمات أشعر بالقلق من جراء ما يجري حولنا وأشعر بالقلق من ترتيبات مرحلة قادمة وأشعر بالقلق من ترتيبات تغيير النظام العالمي والنظام الإقليمي ولا بد أن نكون منتبهين كيف نكون منتبهين ونحن هكذا؟ في حالة تشكيك وتشويه هنا وهناك لا أعرف تفاصيل ولا أريد أن أعرف ولا يعني أهاجم أحد ولا أريد الجميع مطلوب كل الناس عندنا إمكانيات إمكانيات هائلة صحفيين بخير والناس اللي ما بيشتغلوش بقول أنا أقدر هذا وأتفهم هذا لكن كلنا عايزين يكون قدامنا بوصلة واحدة هي مصر بوصلة واحدة هي الدولة المصرية بوصلة واحدة هي مصلحتنا أنا الكلام كله جاب بعضه لكن بقول إنه إيانا والشائعات إيانا والشائعات قبل ما أسافر عملت حلقة عن الشائعات ومن منظور مجتمعي ومنظور علم نفسي ومن منظور ومنظور قلت يا جماعة أخطر شيء بيواجه الدولة المصرية الشائعات أخطر شيء هيواجهنا الفترة القادمة الشائعات أخطر شيء ممكن يخلي الناس يا جماعة إحنا عايزين تطوير تحديث مش عيب إن إحنا نطور ونحدث لكن العيب ان احنا نقعد نصفي حساباتنا العيب ان احنا نقعد نتخانق العيب ان نتهم الناس باطل وانا بقول هذا كلام ثاني بعيده بعيده لاهل الشر والاهل الضلال بقول انا هنا في هذه القناه في هذا البرنامج لا اتقدم اللي من لم ولن اتقدم الليما من, من الدوله لان شغال في قناه خاصه وهذا الكلام اللي بقوله ورصد ما اقوله لحساب هذا البلد الذي اعمل منحازا اليه في كل الاحوال وفي كل الحالات ومن كل المواقع دون خجل لانه فيه واجب علينا احنا محتاجين لمصر اكتر ما مصر محتاجه إلي.